انتهت الهدنة وعادت الحرب في قطاع غزة، عشرات القتلى والضحايا والشهداء في قطاع غزة، وأوامر بإخلاء مناطق في القطاع، والحديث عن خطة تهجير جديدة وواضحة بتمارسها حكومة الاحتلال بعد الضغط على أهالي غزة والقصف المتواصل لدفعهم للنزوح من خان يونس وعدد من مناطق الجنوب. في الحقيقة أن الموضوع ما بقاش محتاج تصريحات من المسؤولين الإسرائيليين أو أنه أحاديث تنتشر في الداخل الإسرائيلي، بمجرد دفع الناس من الشمال إلى الجنوب يعتبر يعيد مرة أخرى فكرة التهجير التي هي مرفوضة شكلا وموضوعا. خلينا نتعرف أكتر على تفاصيل هذه الخطة. معنا على الهاتف الدكتور ياسر طنطاوي، خبير الشؤون العربية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. أهلا بيك. لو توضح لنا في البداية الخطة الحالية اللي بيعمل عليها الاحتلال لتهجير الأهالي من مناطق بتعتبر أول مرة يتم الإعلان عنها زي خان يونس. الحقيقة هي يعني أن إسرائيل تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، معتمدة على يعني مساندة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الحليف الاستراتيجي لها في المنطقة. إسرائيل بتستغل طبعا التواجد الأمريكي والدعم الأمريكي ليها، وبتحاول بقدر الإمكان أن هي يعني تستغل هذه الظروف لإحراز أكبر مكاسب موجودة. يعني وزير الدفاع الأمريكي قال أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ليس خاضعا للتفاوض ولن يكون بهذا الشكل، وان واشنطن ستظل اقرب صديق لاسرائيل في العالم، وان بلاده ستضمن حصول اسرائيل على ما تحتاجه يعني بهدف حمايه نفسها. هي شافت ان طبعا كل كافه الاسلحه الموجوده والامكانيات الموجوده بتحاول ان هي تستغلها من اجل تسويه المباني الموجوده في غزه والحصول على اكبر مكاسب بتدمير كل المنازل، وفي نفس الوقت المستشفيات والمدارس بشكل يعني قد يكون نظام جرائم حرب واباده كامله للشعب الفلسطيني. بس انا عايز اتفضل يا فندم. انا عايز اكد على حاجه مهمه، ان طبعا فكره تهجير الفلسطينيين مش وليده اليوم. يعني طبعا كان في تهجير الفلسطينيين سنة 48 كان 700,000 فلسطيني تم تهجيرهم في خلال حرب فلسطين سنة 48، وفي نفس الوقت برضه ساعت إسرائيل لتوطين عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مشاريع التنمية الزراعية بسيناء، وديت كانت خصصت الولايات المتحدة الأمريكية الجزء الأكبر لتمويل المشروع، وكان يعني فترة الرئيس جمال عبد الناصر ما تحققش يعني أو ما تمش تنفيذه. وخلال احتلال إسرائيل لسيناء من 67 ل 73 برضه حاولت إسرائيل استغلال يعني إن هي تسيطر على الأرض في تهجير آلاف الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية. يعني الفكرة مش جديدة، بيحاولوا بكل الإمكانيات إن هم شايفين إن يعني بيسعوا إن هم السيطرة على الأرض وإن هم يدمروا الجانب الفلسطيني بحيث ان هم يكونوا مسيطرين على الوضع بشكل كبير. بكل تاكيد. حتى ان الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل قدموا افكار كتير جدا مغريه اقتصاديا، لكن طبعا اترفضت تماما من كل يعني لمنع اي تهجير، يعني كانت مرفوضه بشكل كبير جدا. وفي نفس الوقت فتره يعني تم تكرار وطرح فكره التهجير اكثر من مره حتى فتره الرئيس الاسبق حسني مبارك. طيب يعني دكتور ياسر، حقيقه حضرتك ذكرت وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن وتحدثت عن دعمه لإسرائيل، لكن على جانب اخر تحدث ايضا وكان في تصريح ليه وقال نصا انه حمايه المدنيين هو مسؤوليه اخلاقيه. ولو كمان نظرنا لتصريحات كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، تحدثت عن الحقيقة خمس لقاءات على حسب حديثها وحسب رؤية الولايات المتحدة الأمريكية، وهي رفض التهجير القسري وتقليص مساحة غزة وما إلى ذلك. هذه الرؤية الأمريكية وهذه التصريحات يا فندم اللي بتخرج عنهم مختلفة تماما عما يحدث على أرض الواقع. هل دي استراتيجية أمريكية أو ده نعتبره أنه بسبب الخلافات اللي موجودة بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية والبيت الأبيض والكونغرس؟ حضرتك يعني بتبرر ده إزاي؟ هو لا يمكن الوثوق في الكلمات المعسولة للجانب الأمريكي، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي الرافضة لوقف إطلاق النار
طوال فترة ضرب إسرائيل لقطاع غزة. وطبعا هناك أمور كثيرة بتتحكم في الجانب الأمريكي، منها اللوبي الصهيوني اللي هو مسيطر على معظم الجوانب الاقتصادية والإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت أيضا يعني في هناك تداخل كبير جدا واتفاقيات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. يعني ممكن تكون بتوصل لمرحلة إن طبعا اليمين المتطرف في إسرائيل هو اللي بيساعد بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب غزة. لا أعتقد إن إسرائيل ممكن إنها تتخذ قرار إلا بالرجوع إلى الجانب الأمريكي، وفي نفس الوقت أمريكا عندها فكرة مسبقة عن كل التحركات اللي بيقوم بها الجانب الإسرائيلي. فالضرب الإسرائيلي المتواصل نتنياهو ليه دور كبير جدا فيه، الأعضاء في حكومة نتنياهو ليهم جانب كبير جدا فيها، الرئيس الأمريكي مايدن برضه ليه دور كبير جدا فيه. فلا يمكن الوثوق في الجانب الأمريكي لأن هو أساسا على ثقة، يعني على تواصل قوي جدا مع الجانب الإسرائيلي، وفي نفس الوقت بيدعم الجانب الإسرائيلي لأقصى درجة. فلا يمكن الوثوق في هذه الكلمات، وخصوصا أن هو أساسا حق الفيتو كانت الولايات المتحدة الأمريكية دائما بتستخدمه في استمرار إطلاق النار على الجانب الفلسطيني. فلا يمكن الوثوق في هذه الكلمات التي يقوم بها الجانب الأمريكي بشكل كامل. طيب يعني. واحنا بنتكلم برضو عن الدعم الامريكي في خطه للتهجير جديده عرضت على الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب والشيوخ في الولايات المتحده الامريكيه، واخذت مباركتهم انجاز التعبير في البدايه، وسيتم الاعلان عنها بعد الموافقه النهائيه عليها. لكن هو سؤال اهم، اعتقد ده بيذكرنا بوعد بلفور، لكن السؤال الاهم من سيسمح لهم بذلك؟ طبعا هي الخطه الامريكيه دي كانت بتشمل اربع مبادرات اقتصاديه لاربع دول في المنطقه، وهي مصر والعراق واليمن وتركيا، بحيث ان هم يبالوا فكره الهجره الطوعيه وليست بالاكراه يعني الفلسطينيين لاراضي هذه الدول مقابل مساعدات اقتصاديه. فطبعا هم يعني كل ما بيجي تطرفت فكره معينه بيحاولوا ان هم يعني يجودوا فيها ويحاولوا يوصلوا لفكرة أخرى. هم عايزين يستغلوا يعني بأقصى درجة التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة من خلال حملات الطائرات الموجودة في البحر المتوسط والغواصات النووية وكل هذه الوسائل طبعا المخيفة الموجودة للولايات المتحدة في المنطقة، ويحاولوا أن هم يضربوا ويحاولوا أن هم يستخدموا كافة الوسائل القوة يعني الأهداف سياسية والأهداف عسكرية. وفي نفس الوقت يعني الخطط موضوعة من قبل ذلك بكثير، يعني الخطط موضوعة واستخدامها حاليا يعني بيتم بصورة تكتيكية من أجل الوصول إلى أكبر أهداف تساعد إسرائيل على توسيع الأراضي المحتلة تحت سيطرتها، وفي نفس الوقت أيضا من أجل إن يعني القضاء على كافة أشكال المقاومة وتدمير ما يمكن تدميره من مباني ومن أراضي ومن بنية أساسية للجانب الفلسطيني. طيب دكتور ياسر، حضرتك ذكرت خلال حديثك أنه ضمن هذه الخطة الإسرائيلية الأمريكية في أربع دول عربية. بالحديث عن مصر، مصر أعربت عن رفضها التام عن حتى الدخول في تفاوض في مثل هذه النقطة، فكرة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. فبالتالي يا فندم، إيه الخيارات أو إيه البدائل المطروحة أمامهم لتنفيذ هذه الخطة؟ لا، الحقيقة هي يعني مصر رفضت تماما مثل هذه الأمور، واعتبرت أن ده خط أحمر لا يمكن المساس به، وفي نفس الوقت رفضت أيضا فكرة تهجير القسري أو أي محاولات زعزعة الاستقرار في، لأن كل هذه المسائل ممكن أن تؤدي إلى يعني زعزعة الاستقرار في المنطقة وتتحول إلى منطقة ملتهبة نتيجة لمشاكل كثير هتقع فيها. فطبعا يعني ما فيش قدام إسرائيل أو قدام الولايات المتحدة الأمريكية إلا يعني محاولة اللي هم بيسعوا ليه، إن هم بيضربوا في منطقة الشمال لعمل أكبر مساحه من الاراضي
تكون المنطقة آمنة بالنسبة ليها، بحيث ان هي يعني تكون منطقة فاصلة. لكن للأسف الكبير بيحاولوا ان هم يضربوا ويحاولوا ان هم بيدمروا ايضا في عدد كبير جدا من المناطق في فلسطين. لكن فكرة لكن هذه الفكرة طبعا مرفوضة تماما من الجانب المصري، ولا يمكن ان يعني مصر وضعت خطوط حمراء فيها، وكل التفاوضات او كل زعماء الدول او كل رؤساء الدول اللي كانوا بيجوا مصر كان دايما بيتم التأكيد على هذه الأفكار ورفض والرفض التام لأي محاولة لتغيير الوضع على الأرض في المنطقة. طيب احنا لسه بنتكلم عن الموقف الأمريكي. جوي ويلسون عضو مجلس النواب الأمريكي كان ليه تصريح برضه بيتكلم عن نفس الأمر، وهو التهجير، بيقول إن هذا هو الحل الأخلاقي. كيف يفكرون، وأي أخلاق هنا بيتحدث عنها هذا النائب؟ هو بيتكلم يقول ان هو الحق الاخلاقي على اساس ان هو بيتم بشكل طوعي وليس بالاكراه. يعني هم بيعتبروا ان دوت يعني حق اخلاقي، وفي نفس الوقت بيعتبروا ان الرد قائم على مساعدات اقتصاديه قائمه لهذه الدول. يعني لكن ده اعتقد ان هو زي ما اتكلمنا عن موقف مصر، اعتقد ان هو مرفوض من باقي الدول. ان كل الافكار المطروحه حاليا واللي بتقوم بها اسرائيل دي من عشرات السنين، وهم بيحاولوا يعني كل فتره ان هم يطوروا فيها، بيحاولوا ان هم يشوفوا ايه الوسائل اللي ممكن الطرف المقابل ان هو يوافق عليها على اساس ان هم يسعوا ليها. يعني المشكله الاساسيه ان هم مش عارفين ان طبعا الأراضي والأرض يعني أو الحدود المصرية لا يمكن المساس بها، ولا يمكن أن هو يتم تأجيل. والفلسطينيين نفسهم هم راضين أن هم يتركوا الأراضي بتاعتهم، لدرجة أن الفلسطينيين يعني خلال وقف إطلاق النار كانوا بيتحركوا لمنطقة الشمال عايزين يرجعوا إلى المناطق اللي تم تدمير بيوتهم فيها والأماكن. والعالقين اللي كانوا في مصر كمان رجعوا. بقول لحضرتك والعالقين اللي كانوا موجودين في مصر بناء على رغبتهم رجعوا مره ثانيه الى قطاع غزه. ورجعوا مره ثانيه، ف يعني الارض بالنسبه يعني هي تعتبر عرض بالنسبه لكل الدول العربيه ومصر بالاخص. مصر يعني ارض سيناء من الاراضي اللي يعني لا يمكن ان مصر تفرط حبه رمل فيها. فهم يعني بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يلجاوا لكافه الطرق والوسائل واستغلال اقصى درجه من مساله الدعم الامريكي لهم في المنطقه. دكتور ياسر، يعني سريعا، هل تعتقد اننا سنشهد هدنه اخرى قريبا، ام كما ذكر بنيامين نتنياهو اننا دخلنا بالفعل في المرحله الثانيه من الحرب على قطاع غزه؟ هو يعني اقارب الاسرى بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يضغطوا على نتنياهو على اساس استعاده الاسرى الاسرائيليين الموجودين لدى المقاومه. ففي تحركات لعمليه يعني في تحركات من الداخل الاسرائيلي وضغط من الداخل الاسرائيلي، واحنا طبعا يعني بنتابع لحظه بلحظه ما يحدث في قطاع غزه. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور ياسر طنطاوي خبير الشؤون العربيه الاسرائيليه، شكرا لحضرتك يا فندم.